احمد، ابقى معي احمد. اذهب الان لابراهيم عزت من امام معهد ناصر. ابراهيم، بالطبع المواعيد ستكون موحده في جميع المراكز الطبيه اللي خصصت للكشف الطبي، ولكن هل هناك اجراءات خاصه اتخذت في معهد ناصر لاستقبال طبعا المترشحين والكشف الطبي الخاص بهم؟ اهلا بك شيماء، من هنا من امام معهد ناصر. هذا الصرح الطبي الكبير تواجدت منذ قليل داخل اروقه معهد ناصر برفقه الدكتور هاني راشد مدير المعهد حتى اتحدث حول اللمسات النهائيه والوضع النهائي للاستعدادات والاستقبال بالطبع المرشحين. الى الان بالطبع لم يشهد هذا المعهد استقبال اي من المرشحين للانتخابات الرئاسيه، ولكن كل المعلومات التي اتيحت لي اثناء وجودي داخل معهد ناصر هنا بالطبع المواعيد موحده كما ذكرت وكما ذكر زميلي احمد فرج. على كل مرشح سيتقدم الى الهيئه الوطنيه للانتخابات بطلب نموذج للكشف الطبي، وتم تحديد الثلاث أماكن: معهد ناصر والشيخ زايد والمركز الطبي العالمي. أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية سيتوجه على ثلاث المستشفيات، فكل مرشح سيطلب من الهيئة غرضه وطلبه للمستشفى الذي يرغب أن يخضع للكشف الطبي لها. وحتى تزيل الهيئة الوطنية للانتخابات أي من الشبهات، أوضحت أن الاستمارات بالتأكيد واللجنة المخصصة، اللجنة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، هذه اللجنة التي ستشرف إشراف تام وكامل على هذه الفحوصات الطبية في الثلاث أماكن الذي ذكرتهم منذ قليل. أما عن نفقة يعني هذه الفحوصات، فأوضحت أيضا الهيئة أن النفقة ستكون على كل مرشح من نفقته الخاصة. أما إذا تحدثنا أيضا عن أنا بشكرك إبراهيم عزت من أمام معهد ناصر، ضيق الوقت، وأشكر أيضا مراسل اللايف أحمد فرج من أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، كنت معي مباشرة، شكرا لكم.